مرحبا، يعطيكم العافية. سلام للجميع. الدنيا برد اليوم، نزلت عندنا شوية ثلج، فطلعت الصبح. أنا بحب أنظف الثلج لأنه بعتبرها الرياضة الشتوية الوحيدة اللي ممكن أسويها. بحاول إني أشيل الثلج بشكل، أنا عملت فيديوهات كثيرة عن إزالة الثلج والطريقة الآمنة لإزالة الثلج خاصة عشان الظهر. طبعا موضوع إزالة الثلج في عليه كثير كلام، لأنه في ناس بيجهدوا نفسهم كثير خلال هذا الموضوع، ممكن يؤدي إلى سكتات قلبية و و و فالموضوع شوي لازم تكونوا منتبهين منه، بحيث إنه تكون رياضة أكثر منها إنه والله بدي أسوي واجبي وأخلص هالثلجات وأشيلهم. لكن اليوم الموضوع اللي بدي أحكي فيه هو موضوع غريب شوية، موضوع يمكن بالنسبة احنا ان العرب اكثر اشي يعتبر مش طبيعي او بنعتبره غريب، وهو جزء من الثقافة الكندية، جزء من الثقافة الكندية اللي احيانا احنا ما بنتفهمها. نحترم ثقافتهم، نحترم كيف طريقة تفكيرهم، ونحترم العادة اللي هم ماشيين عليها لعدد سنوات. ليش بديت القصة انا بهذا الموضوع؟ لانه انا بنظف بالثلج، يجي عندي جاري وبقول لي ليش انت متعب حالك وبتنظف الثلج؟ في شركة كويسة كتير انا مشترك معها وبدفع $450 بالشهر، بيجوا بينظفوا لي الثلج وبريحوني اول باول. قلت له والله فكرة. بقول لي صراحة يعني احنا انا ومرتي بنتقاسم، هي بتدفع 225 وانا بدفع 225 ومريحين حالنا كل فصل الشتاء. هذا الكلام اجا خلاني دراسي نوفا مسوم جوغن. هاي جارتنا عجوز طلعت تمشي، شايفين؟ المهم، فاللي استغربته انا انه كل، او مش استغربته، اللي هي فعلا هاي شغله يمكن انا ومرتي تقاسمنا. طب ما انتم عايشين مع بعض وعندكم 3 اولاد، يعني مصاريكم مفروض واحده. لا، الكنديين عندهم هاي العاده. يعني انا بعرف ناس كتير بقول لك انا بدفع فاتوره الكهرباء، هي بتدفع فاتوره الغاز، او احنا بنتقاسم الفواتير، هي بتدفع الانترنت. انا يعني عندهم هاي العاده موجوده، مع انه يعني هم عايشين مع بعض، بس ستيل في عندهم شغله اللي هي كل واحد يدفع شيء، خاصه اذا الاثنين بيشتغلوا. وهاي العاده يعني انا بقول لك يمكن 90% من العرب راح يستغربها، او مش موجوده عندنا احنا العرب. في قصة ثانية صارت معاي سابقا. مرة رحت بدي اشتري سيارة، فاتصل في واحد وقال لي انا بدي ابيع سيارة، او انا تواصلت معاه. المهم، فقال لي انا باجيك وبورجيك السيارة. فاجى عندي بقول لي معلش السيارة ما عليهاش نمر، فبدي اخذك عندي على البيت عشان تشوف السيارة وتجربها في الحي، ما بقدر اسوقها لمدة طويلة. قلت له اوكي. فاحنا ماشيين في الطريق رايحين عنده، فقعد بيسألني قديش عندك اولاد؟ قديش انا عندي اولاد من هالحكي. بقول لي انا عندي تينيجرز عمرها 16 سنة بنتي، وابني عمره 22 سنة، ابني في مش عارف وين، في حكالي في منطقة بدرس قاعد بالجامعة، وبنتي بقول لي اما جود داد، انا اب كويس. فقلت له اوكي شو؟ بقول لي صار عمر بنتي 16 سنة وساكنة عندي، وتهيأ I don't charge her for rent، انا ما باخذ منها اجار البيت يعني انها ساكنه عندي. طلعت عليه هيك قلت له قلت له ريلي يور جود داد، يعني صرت اضحك انا في قلبي. قلت يعني هذا عمرها 16 سنه وبده يشرجها على الغرفه اللي هي ساكنه فيها عنده في البيت. احنا الولد بصير عمره 50 سنه ولسه ابوه بفكر فيه باولاده وباحفاده، وشو بده يجوزهم وشو بده يعلمهم وشو بده يكبرهم وشو بده يصغرهم.
طبعا بغض النظر هاي العادة كويسة سيئة، أنا مش عم بناقشها، بس عم بحكي لكم إشي موجود عند الكنديين وموجود هذه العادة عند الكنديين، بس حابب يعني إنكم تعرفوا هاي الشغلة. هلا في ناس بقول لك هاي كويسة بتخليهم يعتمدوا على نفسهم، والكبار بالسن أصلا مش ناقصهم هموم ومشاكل وتعب، وهذا عايشين عليه طول عمرهم هم، يعني ما في مشاكل في الموضوع، مش أول مرة ولا أول سنة. إحنا عشنا بتقاليد تختلف، تقاليدنا احنا بنعتبرها حلوة، هم بيعتبروا تقاليدهم وعاداتهم حلوة، بتعطي الولد تنمية القدرة الذاتية على انه يعتمد على نفسه. احنا بقول لك لا، هذا بزيد الصلة والتواصل الاجتماعي بين الافراد الاسرة واحدة، وبضل الاب له قدرته، واب انه اب ما حدا بزته في نهاية عمره، لانه بيعتبروه انه فعلا ضحى بحياته عشان ابنائه. هم بقول لك لا، انا ليش بدي اضحي على حياتي عشان ابنائي؟ خلص هم بشقوا حياتهم زي ما انا شقيت حياتي، و الموضوع انا بدي انبسط لما اصير كبير بالعمر، اصير اسافر، اطلع كروزات واطلع رحلات على المكسيك وعلى مش عارف وين، كوبا ومن هالحكي. يعني هاي عادة حابب اعرفكم عن شوي عن المجتمع الكندي. أجين هذا خاصة للكنديين اللي عايشين هون، اللي جايين زينا، معظم العادات والتقاليد تقريبا متشابهة. مثلا الشرقيين الهاي، في ناس لا لسه عندهم هاي العادات اللي موجودة هون، فبتختلف من مكان لمكان. العادة الثالثة اللي حكي لكم عنها وهي موجودة عندهم كتير كتير، اللي هي الهايكينج او المشي. زي ما انتم شايفين قدامكم، بغض النظر في ثلج، احنا عندنا بس الثلج في البلاد خلص بتسكر المدارس والجامعات والناس بس بلاد. لا هون زي ما انتم شايفين الكل، هاي غاد واحدة وهون ثلاثة، الكل بيطلع يمشي بغض النظر عمره، بيطلع له يمشي ساعة باليوم. فهاي عادة كويسة صراحة، احنا يمكن شوية كسولين في هذا الموضوع، مش كنا، بس كثير ناس مثلا بقول لك برد، لا خايف رجلي ايدي. anyway كانت هذه اليوم شوية عن العادات الكندية في فصل الشتاء وبشكل عام عن حياتهم. نراكم في حلقة قادمة، سلام للجميع. السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. من فضلك فعل الجرس ليصلك كل جديد.